السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوان وحيا الله الأخوات، حيا الله المتابعين والمتابعات، حياكم الله أينما كنتم أينما حللتم وارتحلتم. أهلا وسهلا بكم عندنا وأهلا وسهلا بنا عندكم. نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية وبخير وعلى خير إن شاء الله. هذا الفيديو سيكون درس أو فيديو، سيكون فيديو لذيذ وجميل، وأتمنى أن يعجبكم. بالنسبة لي الذين يحبون وصفات جلب الحبيب، فقد يعني توقفنا قليلا عن هذه السلسلة من الدروس ثم عدنا إليها أو الوصفات، بسبب أن بعض الأشخاص يهاجمون في التعليقات دون أن يعرفوا مغزى هذه الأشياء أو كيف تتم أو لما تتم. لذلك أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وهو فيديو بسيط وخفيف ولذيذ كما قلنا. هذا الفيديو هو فيديو جلب الحبيب، أتمنى أن يكون في متناول الجميع، هو للجلب والتهيج. فإذا كان البعد أو القرب، نحن عندما نقول جلب وتهيج الحبيب فنقول التراث القديم المغربي أو العربي القديم، وبالأخص التراث المغربي القديم، كان النسوة يستعملون هذه الأشياء لأزواجهن في وصفات مجربة وأعطت أكلها. الآن تستعمل لعدة أغراض للزوج، أغلب الناس تستعملها للزوج. فلو كان الزوج يعني بشرا كما يقال، لما اضطرت الزوجة لأن تجلبه وتهيجه بطريقة بهذه الطريقة. فما هي مكونات أو ما هو أساس هذا الدرس أو هذه الوصفة؟ ما هي أساس هذه الوصفة؟ هي أن نأخذ أثر المطلوب، أي أثر الحبيب، إذا لم يكن الأفضل أن يكون عندنا أثره، يعني شيئا من ملابسه التي فيها عرقه. إن لم تتوفر فصورته، إن لم تتوفر فنأتي بورقة ونكتب اسمه واسم أمه، ثم نأخذ هذه المكونات، وهي الزعزاع والكبابة الهندية أو الصينية كما يقال لها، والفلفل الأسود أو ما يسمى عندنا في المغرب بظهر الفلفل، والمقل الأزرق، أربعة أعشاب ندقها، ثم نأتي بالأثر أو الصورة أو الورقة التي فيها الاسم واسم الأم، نحرقها ثم نخلط الجميع مع بعض، مع الأعشاب ومع الأثر، الرماد الأثر مع رماد هذه الأعشاب، ثم نضيف إليها قليلا من العسل، ثم نأتي بشمعة هكذا، ثم ندهن المكونات كلها، الأعشاب المطحونة والأثر المطحون والعسل، ندهن الشمعة كلها. ثم عندنا شيئان، إن كان للتهيج فنشعل الشمعة وننتظرها حتى يكتمل، حتى تكتمل يعني حتى تنتهي، وإن كان للجلب فإننا نأخذ أولا الشمعة نعلقها في الهواء ليلة كاملة، ثم نشعلها في اليوم الموالي في الصباح اليوم الموالي، ونجمع
الشمع المتبقي مع ما تبقى من من أثر الشمعة من أثر الشمع، ثم نأخذ خرقة أو ورقة أو الأفضل خرقة بيضاء، ثم نربطها ونعلقها في الهواء للجلب. هذا هو الفيديو، هذا هو الموضوع، هذا هو الوصفة، هذا هو الدرس. أظن بأنه مهم ودرس لذيذ وخفيف ومتناول للجميع. جميع العطارين عندهم هذه الأعشاب، الشمع معروف، الطريقة علمناها لكم. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، فإذا أعجبكم فضعوا له زر الإعجاب واشتركوا في القناة وادعوا أصدقائكم للاشتراك في القناة. بالنسبة للإخوة الذين أو الأخوات الذين طلبوا منا بعض الطلبات وبعض الوصفات أو بعض المعلومات حول بعض الأعشاب، سوف نوافيكم بها إن شاء الله تباعا، يعني كل فترة عندما يكون عندنا متسع من الوقت سوف نجيبكم على أسئلتكم. بالنسبة للذين يدخلون للاستفزاز أو لأسئلة تعجيزية مثلا، يعني من الأفضل أن لا نضيع وقت بعضنا، نحن هنا من أجل الفائدة العامة، من أجل أن نفيد الناس ونستفيد أيضا. وإذا كان عندكم بعض الوصفات أو المقترحات أردتم أن تفيدوا بها فتفضلوا، إذا لم يكن لديكم فاستمعوا، إذا لا تريدون لا هذا ولا ذاك اقلبوا المحطة واذهبوا إلى شيء تستفيدون منه أفضل من كل هذا الاستفزاز. المهم نعيد المكونات مرة أخرى. بالنسبة للأعشاب التي سنستعملها للطحن واللي سنستعملها مع الشمع ومع الأثر، هي الزعزع والكبابة الهندية أو الصينية كما يقال لها، هي في المغرب نقول لها الكبابة الهندية، ولكن عندما هي اسمها الأصلي الكبابة الصينية. في المغرب ذهب شائعا أن اسمها الكبابة الهندية، وهذا يسمى في المغرب ظهر الفلفل، أو يسمى في المشرق الفلفل الأسود، ثم المقل الأزرق. هذا كل ما لدينا اليوم، أتمنى أن نفيدكم ونتمنى أن نستفيد منكم. شكرا لكم على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله قريبا.